سيدي شنو مخالفته؟ مخالفته ستائر جانبية وخلفية. نعم بس أسأل البريك لأنه السيارة دي بالك السيارة. نعم. يقول أنا ما متخصص المخالفة تعرف شمس ماكو. الله الكريم مو أنا حاطه. أنا صاحب حاطه ما بس. نعم. الله الكريم مو أنا حاطه. نزل إجامة. طيني الإجازة سنوية. قانونا الشخص اللي يكون بالمركبة سيدي هو الذي يحاسب على المخالفة. طبعاً. صح لو أنا غلطانة. سائق المركبة. سائق المركبة. نعم. هو يكون. حتى المثلثات مع البوب الخلفية نغلقها. صحيح. حتى المثلثات مع البوب الخلفية. هسه راح تنزل ويا الطيني السنوية حتى أشوفك شنو مخالفتك. بما أنه أنت ما تعرف شنو المخالفة إحنا راح نساعدك. أطبق على صفحة. أطبق عدل. يلا أطبق عدل. أطبق لي عدل وتعالي. شوية ارجعوا لي هنا يا أوقف. ولو ما نأثر عليكم دقيقتين. يلا هنا يلا طبعا اريد احد اخواننا المصورين يكونون ويانا لان الاخ مثل ما وضح انه ما يعرف شنو المخالف. المركبه مو مالت على ما اعتقد. أيوة صحيح مال اخو. اوكي هاي المركبه انت حاليا تحليل صدق من زمان عليك. انت في مأزق. لا هو اعترف بذنبه قال انا غلطان. عيني سائق المركبه بلا زحمه. تعال عيني شنو ظروفك؟ هاي السدة انت لازم تبقى وياي. مو لي الله شاهد ما يخالف هسه. هاي وحده. هاي وحده سدها عمودا. عوفة كافي ترى راح تعطلها. اي هو مو سي راح تعوفة راح تعطينا اياها انت السياره بس عم تخلص من المشكله. شعلق يا عم ما اقدر احكي عليك هسه. لا تعرفين والله و... المخالفه الثالثه. هاي مو ما يحسبوها اعتقد. شلون ستار هسه تعرف القانون ها؟ مو تمام. اوكي كم مخالف؟ ثلاث جامعات خلفيه وجانبيه ومثلث. نعم مخالف انت لو ما مخالف. مخالفين عاشت ايدك. مخالفين عاشت ايدك. بس انا مو صاحب المخالفه يعني بس حبيت اكون سؤال. اي نعم انت تقود هذه المركبه. نعم امام القانون وامام الاشخاص وامام سائقي المركبات من المسؤول عن المركبه؟ انت السائق. انا مسؤول عليه. سائق عفوا سائق المركبه. مبروك. انت قانونا مسؤول عليها. سيدي شنو الاجراء القانوني بحقك؟ نفرض عليه الغرامه ونزيل المخالفه. نعم نفرض عليه غرامه الستائر. نعم ونعطيه وصل يدفع الغرامه. نعم. للقاطع. نعم. ويرجع يعاود علينا. نعم. نرجع له مستمسكاته. تمام نصيحتك الى اخواننا سائقي المركبات اللي يخالفون مثل مخالفتك يلتزمون ويبتسمون. يبتسمون للمرور مو سيدي لان احنا الغرمه ما يظل مبتسم. لا حتى مو دنيا حاره مو شمس حتى هو جو مغربي. لا تبرر انت غلط. والله احسن لك لا تبرر. خلي وجهك بشوش. مو وياكم احنا. لا انا بشوش. خلي نتوجه احنا غايتنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه بين سائقي المركبات. نتمنى منكم الالتزام وتعذرنا على القانون. احنا نعتذر. شكرا جزيلا. احنا اسفين. شكرا جزيلا.